أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أهمية الابتكار والحلول التكنولوجية من أجل تقليل الانبعاثات وبناء المرونة للتكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا. جاء ذلك خلال افتتاح جلسات منتدى ريادة الأعمال والابتكار الأفريقية الذي تستضيفه مصر لأول مرة. دي الدورة الثامنة للمنصة الخاصة بسيدات ريادة الأعمال والتكنولوجيا في أفريقيا، دي بالشراكة مع مؤسسة رجال الأعمال المصرية ووزارة التعاون الدولي، وزي ما شفنا في شركاء عديدين من الإعلام، من المجتمع المدني، من رجال الأعمال، من المستثمرين، معانا البنك الدولي للأمم المتحدة وكتير جدا من شركاء التنمية، طبعا استعدادا لعقد مؤتمر المناخ كوب 27 او 27 في شرم الشيخ، في تركيز كبير جدا عن ريادة الأعمال، عن التكنولوجيا كحلول لمشاكل التخفيف والتكيف، وخصوصا دور المرأة في معالجة قضايا المناخ. احنا عارفين ان المرأة يمكن اكتر يعني حد متأثر بالتغيرات المناخية، خاصة في المناطق الأفريقية وفي المناطق الخاصة بالزراعة، فيمكن المنتدى النهاردة بيناقش هذه الأمور، وأيضا أهمية وضع تكنولوجيا جديدة أو حلول تكنولوجية والدفع بريادة الأعمال.